أعتقد يعني أهلا بك. من العقد الاجتماعي خطوة ضرورية ويتبعها بعد أشهر ربما إجراء الانتخابات وتدعيم هياكل الإدارة الذاتية والاستعانة بالخبراء، مزيد من الخبراء الكردية والعربية والسوريانية من كل المكونات، يعني من داخل سوريا ومن خارج سوريا، كذلك يمكن الاستعانة بالخبراء الغربية. هناك العديد من أصدقاء الإدارة الذاتية، أصدقاء الكرد، يمكن الاستعانة بهم لتطوير البنية التحتية والبحث عن أفضل السبل لمواجهة التحديات الاقتصادية أيضا، خاصة أن هناك يعني فئات تعاني في ظل الحصار وفي ظل الإمكانات المحدودة، لكن أيضا يعني هناك الحاجة، يعني هذا لا يبرر أن هناك الحاجة لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ذوي، يعني لا أود أن أقول الفقراء، ذوي الإمكانيات المحدودة. هؤلاء أيضا يحق لهم أن تقدم لهم الإدارة مزيد من الإمكانيات، سواء على صعيد فرص العمل أو حتى تقديم المساعدات العينية والمادية لهم. طيب سيد نواف، هل فعلا اليوم سيدة إلهام طبعا تحدثت عن أبرز محطتين يمثلان مخاطر كبيرة للإدارة الذاتية، وهما ملف الإرهاب وملف الاحتلال التركي، وأيضا وجوب حل الأزمة السورية أو التسريع في حل الأزمة السورية وفق المقررات الأممية؟ هل فعلا الأطراف الأخرى هي مستعدة للدخول في حوارات سياسية في إيقاف أو نزع التوترات في المنطقة سيد نواف؟ يعني أتفق مع السيد إلهام أحمد حول وجوب ذلك، لكن السؤال هل كما طرحت السؤال هل الأطراف الأخرى مستعدة؟ أنا أقول لك بمتفقين، الائتلاف الذي اتخذ من اسطنبول مقرا ومستقرا له ليس مستعدا، لا الائتلاف ولا حتى هيئة التنسيق برئاسة حسن عبد العظيم وغيرها من الأطراف. ما يهم هنا مزيد من تدعيم هياكل الحوكمة، مزيد من الفرص التي تجعل الإدارة تتمتع رغم تمتعها بحاضنة شعبية واسعة بمزيد يعني قوة أكبر من الحاضنة الشعبية التي قدمت تضحيات أسطورية في سبيل الحفاظ على هذه الإدارة، وآخرها كان أولئك الأبطال الأسطوريين الذين تصدوا ولا يزالون يتصدون ويبحثون عن فلول داعش. داعش، تركيا، إيران، روسيا، تركيا، النظام، هؤلاء كل هذه الأطراف تجتمع على معاداة الإدارة الذاتية. لهذا هناك الحاجة الماسة أيضا لدبلوماسية أكثر قوة ونشاطا وفعالية على الصعيد الأوروبي والأمريكي، وهناك الحاجة أيضا لمكاتب العلاقات التي تقوم بدور اللوبي، وهذا متاح ومسموح ويعني لا يتم من خلف الكواليس. التحديات، تم تحديد التحديات، هذا مهم ومهم جدا، لكن كيف يمكن مواجهة هذه التحديات بالأساليب القديمة؟ لا أعتقد يعني، وخاصة كما قلت يعني أبرز التحديات الوضع الاقتصادي وما يمكن أن توفره لملايين السوريين الذين يعيشون في منطقة شمال وشرق سوريا، وفي ظل وجود مئات الآلاف، وفي ظل وجود يعني الذين يبحثون عن الإمكانيات. عدا ذلك بعض مناطق مثلا كدير الزور وغيرها يعني بحاجة إلى إعادة الإعمار، وهذا يفرض على التحالف الدولي الذي لا يزال يقول أنه مستمر في شراكته مع قوات سوريا الديمقراطية في الحرب على داعش أن يوفر ذلك. هذا أيضا لن يأتي إلا من خلال المزيد من العمل الدبلوماسي، مزيد من الضغوط التي تقنع الرأي العام الأوروبي وصناع القرار من أن هذه المعركة لن تنتهي عسكريا فقط، إنما بتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تحقيق النصر النهائي في الحرب بعدما انتهت المعركة بالنصر العظيم في باغوز. السيد نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بوخم، شكرا جزيلا لك.